انا وانا صغير كان والدي ووالدتي متعودين يدوني دايما على الصبح بيبقى زي عسل بليمون، ده بيدي مناعه كويسه جدا. العسل والليمون لا قدر الله في حاله ان حد منهم تعب بتبقى المشروبات السخنه زي اليانسون النعناع. عشان الفاكهه برضو ممكن ما تبقاش سهله انك تحطيها في اللانش بوكس، وممكن البنانا بيبقى سهل قوي ان انت تقشريها وتبقى محافظه على الحاله بتاعتها. ببعد خالص عن الحاجات اللي هي فيها من بره، يعني الحاجات اللي هي فيها مواد حافظه والحاجات دي. انا ولادي مثلا عشان مرضى حساسيه بدلهم اكتر حاجات زي فلفل الوان، برتقان، حاجات زي كده دايما، وجوافه، كل الحاجات اللي فيها فيتامين سي. عامه الحاجات اللي فيها فيتامين سي، اورنج، يوستفندي، جوافه، فلفل الوان بيحبوه جدا. ممكن نستعمل كيوي او الافوكادو، الحاجات اللي ممكن تقوي حاجه زي كده يعني. برضو بعض المكسرات اللي ممكن تكون غنيه بالفيتامينز عموما يعني. اول حاجه باكلها هي الشوفان بالعسل واللبن والموز. الحاجات اللي فيها نسبه حديد عاليه، البنجر، اللي فيها فيتامين سي برضو، حاجات مهمة قوي ان هم يشربوا حاجات دافية باستمرار طول اليوم. شوربة العدس دي اكتر حاجة فيها خضار كتير وفيها فايدة كبيرة يعني، اليوم هم بيحبوها جدا. معلقة العسل بالليمون الصبح دي بناخدها زي الدواء، شوت صغير كده، فبرضو بتبقى من الحاجات المهمة اللي بتنفعهم صراحة. اللبس بقى ده مهم قوي عشان انا ولادي بردين فلازم اتقل لهم، وقطن برضو، حاجات قطنيات عشان الحساسية طبعا، عشان انتشار الفيروسات والحاجات زي دي. النظافة اكيد بنتقل شوية واحنا نازلين الصبح عن بالليل يعني، او بعد الظهر فاين ان هم يخففوا شوية يعني، مش باخد نفس اللبس طول اليوم. دكاترة كتيرة نصحوا موضوع السباحة، قالوا ان السباحة بتقوي المناعة وبتديهم نوع من انواع القوة كده ان هم يواجهوا بالذات البرد. والله بنهتم قوي مبدئيا باللبس، لان يعني اللبس فترة نزول الصبح بينزلوا الساعة 6 او 7 دي بيبقى الجو طبعا مختلف عن الظهر، فبناخد معانا جاكيت بنقلعه بعد كده في المدرسة طبعا بنرجع من غيره، بس اهم حاجة الصبح يبقى لازم متقلين. بيلبسوا شرابات طبعا في البيت، في ثيرمال تحت الهدوم، بنحاول نخلي ما فيش شبابيك تتفتح خالص، كل دي حاجات بنحاول نعملها عشان نخلي الحرارة دافية في البيت.